بسم الله، هنشوف مع بعض اوراكل فيرجوال بوكس مانجر. ده برنامج بستخدمه عشان اعمل هارد وهمي سطب عليه ويندوز لينكس اي نظام تشغيل انا عايز اشتغل عليه. هنشوف مع بعض ازاي ابدا من نيو. هختار انا عايز اشتغل ويندوز ولا عايز اشتغل لينكس واديله اي اسم، يعني هديله مثلا او اي اس مثلا. هشتغل مثلا لينكس. نظام تشغيل عندي كذا نظام، اقدر اشوف ايه الانسب ليا. نكست، هتديله كمية الميموري قد ايه. نكست، الهارد درايف ممكن تقول له اعمل لي هارد درايف جديد لو انت عايز تعمل واحد جديد، او تقول له في واحد موجود اصلا فعلا. اقول له دلوقتي كرييت اف دي اي. الستورج، المساحة بتاعت هارد، اقول له انا عايز مساحة مثلا انا في دماغي اعمله 32 جيجا مثلا او 30 جيجا. تمام، هو اوتوماتيك هيحطه في قلب السي. انا عايز اوفر مساحه السي عشان ما تضربش، فخليه في الدي. تمام، احط فولدر هنا اللي هو الفي. تمام، اسمي لينكس. تمام، سيف كرييت. طيب اقول له ستارت، بيقول لي انا عايز ابدا، حط لي الاسطوانه بتاعت الويندوز. فلما تحط اسطوانه في السي دي روم، تمام، او انا هعمل اسطوانه وهميه. دي اسطوانه وهميه بتاعت اللينكس، اقول له افتحها لي. اوبن ويز ديمون تولز لايت، ده برنامج بيعمل اسطوانه وهميه. فلو رحنا هلاقي ان هو بدا يعمل اسطوانه وهميه وبدات تبقى موجوده في الجي. فارجع للبرنامج بتاعي، اقول له خد الاسطوانه من الجي ستارت. كانك انت حطيت اسطوانه وكان انت عندك هارد، ده بقى اصبح هارد ونظام تشغيل. بيقول لك انت هتشتغل اسطوانه لايف ولا عايز تسطب ولا عايز تعمل ايه. كانك انت حطيت اسطوانه مثلا ويندوز او لينكس او اي نظام. تمام، وتبدا تشتغل عادي خطوات التسطيب العاديه بتاعت اي نظام تشغيل. يعني مثلا برضو لو انت حطيت اسطوانه لينكس او ويندوز هجيب لك نفس الاختيارات عادي خالص ونفس كل حاجه ونفس الوقت اللي بياخده في التسطيب لحد ما يخلص معاك خالص. وربنا يوفقكم وتجربوا كل نظام تشغيل جديد وتبدا تسطب البرامج اللي انت عايزها عليه. برنامج لينكس من البرامج القوية، أنظمة التشغيل القوية جدا اللي احنا لو استخدمناها هنوفر على نفسنا وقت كتير جدا وهيبقى لينا إمكانية ان احنا نطور حاجات كتيرة. بيقول اختار اللغة. تمام، انستول الزرد كونتينيو. انا مختار نسخة لينكس اسمها سي اي اي لينكس، دي خاصة بالهندسة. تمام، بيقول سيلكت درايف. تمام، هو لقط ال 32 جيجا اللي احنا اديناهم له استولناه وهيبدأ هو بقى يسطب مع نفسه.